يتابع اليمنيون الهدنة الإنسانية بكثير من الأمل في توقف العنف في البلاد، لكنهم تفاجأوا بعد ساعات قليلة من سريانها بخرقها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. التقرير التالي يرصد كيف ينظر اليمنيون للهدنة المعلنة. والله يعني نحن بأمس الحاجة للهدنة، بس مع الحوثي ما فيش أي كلام. هكذا يقول اليمنيون وهكذا يرون. فلهدنة بالفعل سارية مفعولها حتى اليوم، ولا مدافع ودبابات وطائرات توقفت عن القصف والتقدم وأيضا عن القتل. كالعادة تجهض الهدنة الإنسانية قبل أن يتم العمل بها على أرض الواقع، وتبدأ الأطراف المتصارعة بتبادل التهم عن كيفية وهوية من اخترقها أولا ومن لم يستطع الالتزام بها. هذه المرة أعلنت قوى التحالف هدنة إنسانية، قالت إنها جاءت بعد طلب من الرئيس هادي بغرض تسهيل توزيع المساعدات التي وصلت أخيرا إلى عدن، لكن ميليشيا الحوثي كما اتهمتها قوى التحالف اخترقتها بقصف عشوائي على تعز، وهو ما فعلته أيضا بالهدنة التي سبقتها. بين قوى التحالف وميليشيا الحوثي يطالب اليمنيون بهدنة ينظرون إليها بأنها أبسط حق يحصلون عليه، خاصة في هذه الظروف التي تتقدم نحو الأسوأ. والله إحنا قد شفنا الهدنة هذه تعتبر ثالث هدنة فاشلة في الوضع الحالي، يعني هدنتين من قبل ما تم اختراقهما، وهذه الهدنة تم اختراقها بساعات من بدء الهدنة، ونتوقع أنها ما بتستمر. يقول اليمنيون أيضا إنهم لا يعنيهم من أعلن الهدنة أولا بقدر ما يعنيهم مدى الالتزام بها واستمراريتها في ظل حاجتهم الماسة لهذه الهدنة. كشعب يمني واحد يعني نطالب أنها تكون هدنة مستمرة حول هذه الأوضاع، لأنه أكثر ناس متضرر هو المواطن اليمني. والله أنا كمواطن من اليمن أتمنى أن تكون هذه الهدنة صحيحة وحقيقية يعني، وعلى أساس أن الهدنة هذه بحاجة لها الشعب اليمني ككل يعني في الجمهورية اليمنية، حتى يتسنى إدخال الإعانات اللغاتية. بين الإعلان عن الهدنة وتطبيقها على الأرض مسافة زمنية لا تتعدى الساعات، فهذه الهدنة المعلنة هي الثالثة التي لم تحتاج إلا لسويعات قليلة فقط ليتم اختراقها.